بخصوص الاطوار تاع الجلسه، كانت اليوم تقديم واحد المجموعه من الدفعات الاوليه، تقدم بها مجموعه من الاساتذه في مجال الصحفي حميد المهداوي، من بينهم الاستاذ المسعودي والاستاذ الجامعي والاستاذه انيسه قريش والاستاذه اسماء الوديع. هاد الطلبات كلها كانت كتصب في اتجاه واحد، هو اسقاط المتابعه ديال الصحفي حميد المهداوي بناء على مجموعه من الاشياء، من بينتها اولا عدم الاختصاص، لان الملف ديال الصحفي حميد المهداوي هو كصحفي انتم كتعرفوا مقيم في مدينه سالا، المقر ديال الجريده كاين في مدينه سالا، يعني عدم اختصاص ببث الملف امام هذه الهيئه هنا في مدينه الدار البيضاء. كان الطلب الثاني اللي كان يعني شامل بالنسبه لجميع الهيئات الدفاع هو بطلان التنصت على الصحفي حميد المهداوي، بطلان التنصت من الاساس على المكالمه اللي جرت ما بين الصحفي حميد المهداوي والمشبوه أبو عزاتي. هذا الطلب تبنى على جوج الاشياء، الاولا هو انه كاين هناك جوج المحاضر متضاربه، محضر تيقول بان التنصت كان على المسمى أبو عزاتي، ومحضر اخر تيقول التنصت كان على الصحفي حميد المهداوي، بالاضافه الى انه كيف 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 حتى النيابه العامه اللي قالت بانها التنصت كان على أبو عزاتي، كيف عرفت بان هذاك الرقم ديال هذاك الشخص اللي هو سميتو أبو عزاتي؟ هذا من جهه، وقرار الاحاله تبنى على هاد جوج المحاضر، يعني واحد تيقول لك التصنت على المهداوي واحد التصنت على أبو عزاتي، اذا اصلا قرار الاحاله مبني على واحد المحضرين غير قابلين، يعني اصلا حتى ذاك المحضر خاص اعاده النظر فيه. وطلبت واحد الاستاذه باعاده فتح التحقيق في الملف ديال الصحفي حميد المهداوي، ودابا ترفعت الجلسه وتاجلت حتى الجمعه المقبله 15 فبراير نسمع الربعة ان شاء الله. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.